صيام مقبول. من أهم الاكتشافات التي غيرت حياة البشرية هو العمود الذي يسمى بالعمود المرفقي أو عمود الكرنك، وهذا الاكتشاف هو معرف بما يلي. هذا العمود هو من أهم الاختراعات الميكانيكية، وهو جزء رئيسي في المحركات الميكانيكية، ويعرف بأنه يحول الحركة الخطية إلى حركة دورانية. استخدامات هذا الاكتشاف لا تعد ولا تحصى، ولكن أهمها سأقولها لكم اليوم، وهي السيارات. يستخدم هذا العمود في محركات السيارات، وهو يحول الحركة الخطية الناتجة عن دوران المكابس إلى حركة دورانية تنتقل إلى إطارات المركبات. المهم في ذلك بأنه من اكتشف ذلك هو إسماعيل الجزري، العالم والمهندس الإسلامي الذي اشتهر في علم الميكانيك، واستخدم ذلك الاختراع في ضخ مياه الري في العام 1200 ميلادي، وابتكر الجزري أيضا الصمامات والمكابس والقفول. المزيد في التعليقات أدناه. إلى اللقاء.